في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى ال49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة، ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكبر القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.